ما تشوفش راسك في التمثيل ايمن، باسكو عندك حركاتك يعني تنقولوا كيجلبوا المشاهد. ايوا انا نتمنى لحقاش ديجا قلتها مانيش عارف فوقاش، قلت باللي بون الموهبه ديالي هي الموسيقى وكنبغي الموسيقى وفوالا ان شاء الله نزيد لقدام، بغيت ندير شي حوايج ان شاء الله اللي يطلعوني الفوق، و اون ميم طون بغيت ندير التمثيل علاش لا. دونك الى بحال دابا اختاريتي مثلا تبغي ان فيلم ماروكان ولا انترناسيونال امريكان، شنو يعني فين الطموح ديالك؟ المهم انا نتقبل اي حاجه اللي نقدر نستافد منها وهما يستافدوا مني، المهم نكونوا ايغاليتي دون لافير. تشوف راسك، تشوف ايمن، تشوف ايمن هنا ولا هنا؟ كيفاش هنا ولا هنا؟ يعني تشوف ايمن انت في المجال التمثيل في المغرب مثلا ولا لا ولا في اوروبا؟ ما كرهتش نكون في المغرب وفي اوروبا. بس انت تشوف راسك وين؟ نكون دبلوماسي عادي ما فيش. انا دابا نقول لك الصراحه عندي الجمهور ديالي اكثريه في المغرب العربي وحتى في اوروبا المغاربه ديال المهم الجاليه المغربيه ديال اوروبا كيعرفوني الحمد لله، ولكن كما نقولوا باش تكون شي حاجه كويرونت بين هادشي اللي كنديروا، علاش لا ندير بعدا نبدي في المغرب؟ فوالا في المغرب ندير شي حاجه. سورتو دابا بحال دابا مثلا المغاربه اللي تيكونوا في اوروبا او مغاربه الخارج كما تنسميهم حنا، سواء اوروبا او كندا او امريكا او افريقيا او في العالم العربي، فكيتفرجوا في لا تيلي خصوصا في رمضان ياك كتبعوا في رمضان كتشوف لي سيت كوم والكاميرا كاشي. اكزاكتومون كتبعوا بزاف البرامج. وي بيان سور، بنادم عندنا ملي كيفطر حتى كيشوف لا شين تيليفزي ماروكين فوالا كيشوف اللي كاين لي كاميرا كاشي لي سيري اللي معروفين، وشحال من واحد اللي ما كنتش كاع نعرفو ولا معروف سبحان الله في رمضان، باسكو كل يوم بنادم كيفطر وكيشوف فوالا. دونك سي بون اوبورتونيتي ان شاء الله، نتمنى لك التوفيق، ها هو ربما يجيك شي عرض ان شاء الله.